هاي بونجور عليك، مرحبا. بلاي، انا حاب نسال سؤال. طب علاش في تونس كل ما واحد يجي يتكلم على خور ولا على حاجه سبابا ولا مش بريقله، سواء كان في السياسه ولا في خدمتنا احنا ولا في اي حاجه، تلقى ديما برشا عباد تطبل للباطل ويدافعوا على الخور هذاك، يحبوا يغطوا الشمس مع الغربان. فمثلا انا البارح حبيت استطيع على السيد اللي عامل في لحيته واحده، اللي اللحيه نتاعو هكا، وانا مانيش ضد باش يعمل لحيه، هو حر ولحيه كي وشعره عريان، قاعد يخلط لهم في خلطه سحريه اللي بسماها هو ستريت فود، حاجه جديده دخلت لتونس. يعني نحب نسال سؤال برك، هل الانسان هذاك هو ولا غيره هذوما جماعه الستريت فود اللي كلهم باللحيه لهنا وشعوراتهم عراية ويغفصوا كيك وبالباليت، حتى الباليت اللي يخدموا بها ماهيش بروفيسيونيل، الباليت تاع الدهن يستعملها في الدهن. هل الناس هذوك عندهم دراية على الجيان؟ هل في حياتهم تعدوا على الجيان؟ هل السيد هذاك كان تسأله كيفاش يتغسل صحن، أعطيني الطرق الصحيحة نتاع غسلان صحن يعرفها؟ هل تسأله تقول له الطريقة الصحيحة أنك باش تسخن ما نعرفش شنو يعرفها؟ هل يعرف التاريخ الصحيح نتاع التسخين والتبريد والتخزين والعالم هذاك الكل؟ راهو النظام الغذائي راهو برنامج كبير واسع. علاش احنا اليوم سبيطاراتنا معبي في تونس؟ رانا ما نفوتوا الهند بحط شيء. راهي سبيطاراتنا اليوم معبي في تونس وامراض كلها من الماكله، من الخمج والجراثيم والبكتيريا والهم اللي يتعدى في الماكله. احنا راهي في تونس كيما نقولوا 70% من المطاعم نتاعنا تفتقر الى ليجيان. راهو ما تحكوش على الكراسي البرة والصاله المزيانه الكليماتيزي المزين، راهو ما خافيه كان اعب. راهو في المطاعم نتاعنا الداخل في الباتسيريات وغيرها راهو برشا خمج، راهو برشا حاجات لازمها تتعمل بالصحيح وما يعملوش فيها بالصحيح. انا نشوف فيهم يعني البلاتوات العظم يبدا حاطهم على الرخامه وديريكت يكسر العظم ويرماها في القليه. اللي انتوما لو تعرفوا العظام هذيك اللي هي فيها السلمونيلا ذي من اخطر الحاجات اللي تنجم تقتل العباد. اللي العظام مري تاريخ غسلان وقبل ما تكسر وكيفاش تخزنوا كيفاش، راهو برنامج كبير مش هكاك، مش رمى البلاتو تكسرها وترماها في القلايه والعباد تاكل. راهو انت يا معلم تعمل لهم 7 انواع نتاع جبن في خلطه تعيف جبن صيني مصنوع مستحضر، انت كان تمشي له المجازان تو تلاحظ تو تشوف المستحضرات هذيك نتاع الجبن تاع مستحضر الخاص ب 2000 وب 3000، وبرا مشي شوف الجبن العاد الجبن المطبوخ تو الباك ولا مزمر ب 10000 و 15000. هل هو مش يخدم لك هكاك؟ ما يخدملكش. يجيبوك فك الجبن المصنوعه وها 7 انواع نتاع جبن وشادهم كواليت يلعوك فيهم وسكالوب على طماطم على فلفل، راخي راه مش هكاك الكوجينه. فماش انا عمري ما ريت التخلويذ هذاك اللي الراجل ولا مشهور خاطر عيطوا له التلفزه وظلمت معاه العباد هو وغيره وربي يعينه. اما يا صاحبي الطريقه اللي يخدم بها راهي سامه، راهي طريقه سامه، راهو ما فماش حتى 1% من سلامه، لانه المواطن باش يكون سليم بعد ما ياكل الماكله هذيك. سكالوب على طماطم على فلفل على فستق على درشنو تخلوي اذا معلم الناس باش تحطها في معدتها. الجبن هذاك راه كل السيرول صافي، راه يهز للجبانه الجبن الصناعي هذاك تحرق فيه بشانيمو. انا عمري ما ريت شانيمو كيف الماكل وياكل بصراحه ما ريتش. يعني واحد وقت يتكلم على حاجات كيما كايرا احنا نتكلموا خاطر نعرفوا شنو في الصايب وعايشين ونعرف اش معناها ايجين. برا نمشي نشوفوا في الوتله الناس كيفاش في الايجين اش عاملين فيه. شوف لي كريستال وزارة الصحة وغيرهم كي يمشوا لوتيل ولا المطاعم الراقية ولا كذا، شو مش يعملون؟ شوفهم خلي يشدوا مش يغسل في العظم وشدوا خلي يشدوا العظم من مصر، وشوف خلي يشدوا العظم محطوط في البلاتوات نتاعو محطوط في الفريل، وخلي يشد ماكلة منتهية الصلاحية نتاعها، وخلي 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 تو شوف شنو يصير. تو تهبط الطعم العام خاطر يخافوا على الناس اللي تاكل، خاطر فما جراثيم كبيرة تنجم تنتقل من الحاجات هذيك للعبد اللي ياكل. راه فما برشا وسخ في تونس في المطاعم، تو وين تمشي ساعات واحد حامل النصبة نتاع ماكلة في الهواء تطلق من الكتفاس. شفتهم يبدا يشعل سيجار ويا معلم ويتكيف ويعجن في الملاوي ويرجع يعمل نفس ويزيد يعجن في الملاوي ويلف له ويهز له المواطن ياكل. يا معلم راهو سم هذاك. راهو الناس اللي كلها مرضى تو تعاني في السبيطارات
راهو خاطر من الماكله مش صحيه اللي ياكلوا فيها، راهو برشا وسخ قاعد يتعدى في الماكله، راهو برشا خور، راهو برشا راهو التونسي راهو انت كيما تعرفوا في حقت الطماطم وحقت السردينه وحقت الطنه راهي كي تتحل لازم تفرغ، راهو فما مواد سامه فك الحاجز هذاك اللي عاملينه ما بين الزيت والبرودوي هذاك السيفيت كانوا شمت الهواء سي لازم تفرغ. يعني شوف فين في المطاعم معلم حقت الهريسه محطوطه بجنبه يخدم بها بالجمعه وسكر وعاود تخدم عاود حضر واختر صافي هذاك راهي حاجه تتحل ماك المواد اللي حاستنى المعلبه ذيك المعقمه راهو دي سيفيت حليتها لازم تفرخها قبل ما تفرخها لازم تغسلها ولازم يدك نظيفه. نشوف فيه معنا في الكاسكروتات معنا سيجار ويعطي للعباد والعباد تاكل وتدز الاخر شعره عريان والعرق يجبد معاه ويتعصر مع عجينه ويخلط فيها تخليط والعباد شد الصف وضرب درا شنو يخدم على روحه وربي عينه. انا صاحبي يخدم بطريقه صح شنو شاري مو على جبن صناعي كيما عليه على بعدك تلتوها صح عليه شنو فصدق على درا شنو منين تجيبوا فيها الخبز يا اخي انت سامحني قاري كوجين انت متعلمه الكوجينه كنت تخدم في ساندويتش شعبي في باب الخضره نتاع كسكروت عياري وليت تحكي بالكوجين وكل يوم تحل في بلاصه وتقتل في العباد بالسمومه نتاعك شنو سبع جبن سبع جبونات وكم كوا العباد مصدقين الحكايه والمشكله هلا غالب في تونس الماجوريتي نتاع الشعب ما يفهم شيء في الماكله الناس ما على بالهاش ياكل اما راهو السبيطارات اللي معبي اليوم في تونس بالامراض خاصه كلها تتبر شوف اللي معدته واللي مشاكل كبيره كلها مشاكل صحيه من ماكل من ماكل الملوث من المطاعم الملوث من الباتيسيريات الملوث ورا في الباتيسيريات اغلبيتها مش كون اللي يغسل في العظام ديريكت من البلاتو ديريكت واللي يكسر في العظام ويعمل في الجينواز واللي يعمل في البسكوي وغيره يكسر لك 10 طرحات معلم ايده ما يغسلهاش راه في قانون الهيجين لازم كل ما تعمل حاجه ولا تمس جسم غريب كي تمشي تغسل يدك ولازم فما برودوي سبيسيال ولازم فما خدمه كبيره مش واحد داخل يغفسك هكا ولا تجي انت بسباتيل حديد تخلط بها في العباد لازم ينوكس وبروفيسيونيل فما وراه حتى الماكله هذيك لازم تعرف وين تحطها ولازم درجه بروده درجه بروده معينه لك سلايت وغيره المكان ككل لازم عنده درجه بروده معينه راهو نظام كبير. علاش الواحد وقت اللي يجي يفيق العباد ويحكي في موضوع كيما كي يخرجوا له جماعه اللي غلط يا خويا غلط برا الكور وربي معاك صح برا حط السموم في كرشك وربي عينك بنينه خويا حاجه مش نورمال. انا عمري ما ريت سبع جبونات يتحطوا مع بعضهم وخسرتوا جبونات صناعيه انا نعرف الجبن هذا صناعي كي تاكل في الزيت حاجه مصنوعه مستحفر لا ينفع ويضر معروف وديجا كيما قلت لكم في الاسواق نتاعهم برا مشي اقرب هاكو فروماج مستحضر وشوف العادي تلقى العادي ب 15000 والمستحضر ب 2000 فرنك من غادي تفهموا تفهموا الفرق علاش ثاني هذا راهو برشا وسخ في المجالات الكل سيرتو في الماكله في تونس في الباتسيريات في المطاعم في الفيلم والعباد تاكل والناس مهروده كلها تعاني من الكوليسترول ومش حم في الدم ومش حم من عارف وين وانسداد الشرايين وكلها هم مزر ساعات انت تمشي القهوه تهب يمد لك كاس ماء يجيبوك نظيف حتى قهوه راقي قهوه راقي مش تشرب شربه ماء تي ريحته غافه معلم تي جبل ما يستعملوش الكيسان هذاك غطس في الماء وخرج السحونه غطس في الماء وخرج العظم من البلاتو للقلي القرياد هذاك اللي يخلطوا عليه فك الخلطه تلقاها كحله معلم الجديده نتاعها يتخشر لو انت وقت مش تعب بك ولا تحديد مش تهز معاك هم نتاع وسخ ونتاع جديد شي تحشيه فك الميك الناس مش تاكلها وصغار وكبار راهو اختار صافي ونجم يؤدي الى الموت اصلا هذاك علاش الامراض في تونس على عجله وها كونسير وها 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 صدقني من الماكله الملوثه ومن المطاعم الملوثه ومن الباتسيريات الملوثه ومن كل شيء ملوث والاستعمال الخاطئ زين يحل لك حكه طماطم تحطها في الفريجيدير محلوله كيك اللي هي ممنوعه المنع عن بيت تجيب لك انواع متاع بلاستيك مجهوله المصدر تحط فيها الماكله وتخبيها تحط حاجة مش في برودة معينة برشا هم فلهذا غايتنا احنا انا فايق العباد بحكم انه واحد شوية الفكرة اللي عنده ينفع بها الناس مش عيب ولو كي نحكي وما نشدد العباد كل واحد يخدم ربي عينه اما زاد فما الناس اللي شادين باسم الزوالي والزوالي الزوالي راكم هزيتو الجبانة والسبيطار فلهذا اسخفوا عليها الزوالي وحنوا عليه وعاونوه وخدموا له حاجة نظيفة طيب يا ربي يبارك لكم وربي عين كل واحد يخدم على روحه بالنية الصادقة حاجة نظيفة نكاو okay.